السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة، ديكور 3D ثلاثي العباية. زي ما حضراتكم شايفين هنجيب ورقة عادية جدا، المسافة دي كلها 30 سم في 40 سم، المسافة دي 40 سم في 30 سم. كل اللي انا هحتاجه زي ما حضراتكم شايفين المسافة دي 14 سم، المسافة دي كده 14 سم، وهنا 14 سم زي ما حضراتكم شايفين، وانا اخص الخط ده كده بالعرض كده 10 سم، تمام؟ وهنا 10 سم، وهنا 3 سم، وهنا 3 سم، ونبدا نوصل زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين كده اهي، انا هنا قلنا كده كام؟ 10 سم، وهنا 3 سم، وهنا 3 سم، وهنا 10 سم، وبدات اوصل زي ما حضراتكم شايفين كده. ونعمل نقطه في النص هنا على اساس ديت 10 سم، اهي المسافه ديت 10 سم، وبدات اوصل، قصيتها وفرغتها زي ما حضراتكم شايفين جدا. قبل ما نبدا ان شاء الله اوريكم طريقه التنفيذ، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير والاشتراك في القناه. يلا بينا نشوف طريقة التنفيذ خطوة بخطوة.
زي ما حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي لديكور 3D ثلاثي الأبعاد. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا بلايك وشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس الجديد إن شاء الله.